نقدر نقول عن حسن الرداد اللوكي مان، لأنه ختم 2022 بجائزة. كانت دايما أمي مؤمنة بي وكانت بتساعدني، فعايز أهديها الجائزة دي وأهديها لروحها. جايز تلم جائزة أحسن ممثل سينما 2022 وأحسن فيلم 2022، فيلم تحت تهديد السلاح. مستقبل 2023 بفادي الصغير اللي ولد في يوم ميلاد حسن. التروفي اللي نالها حسن رداد عن فيلم تحت تهديد السلاح كان سعيد فيها لهالدرجة. وتحت تهديد السلاح هو بعتبره يعني نقلة ومرحلة في حياتي، مرحلة فيها نضج فني، ومن من من عوامل النضج اللي بتحصل للواحد في مشاعره وفي أدواته برضو التجارب اللي بيمر بيها، وأنا مريت بتجارب صعبة في السنة دي صقلت مشاعري كمان بشكل كبير جدا، والفيلم ده كان كله مشاعر. إيه مالك فيه؟ بتقولي اني مجنون؟ عمرك ما تفهم احساس انك تصحى تلاقي كل حاجه متغيره حواليك. سو حسن الرداد تكلم عن تجارب مر فيها، وكلنا نعرف علاقته بزوجته ايمي سمير غانم كيف بدت من اول نظره. انا باخد البوز. لاحظنا تغيير في مزاج حسن، فصار يقضي وقت اكبر مع العيله، مع انه كان يحب السهر والليل، ومن بعد ما كان ما يفوت على نفسه ايفنت ويوصل دائما صار فخم، صار رايق اكثر ويفضل ان يكون دائما بملابس كاجوال. المهم ان هالفترة حسن رداد يعيش حياة مليئة بالحب والنجاح، ومن زهرة الخليج نحن نتمنى لك كل التوفيق. دايما كده نتقابل على خير ان شاء الله.